الحضور اليوم فشرف لي كبير بانني نكون حاضر مع فنانين ممثلين يعني هذه بادره طيبه باش نتلاقى معهم وتنتمنى من هذا المنبر هذا تنتمنى للصديق ديالي اللي هو سمير مزيد من التالق ان شاء الله في هذا العمل هذا ديالو هنا مشكل تقاد شحال هذه ديال 3 سنين هذه باش نسيت هذا المشكل هذا فريق الرجاء غيبقى دائما في القلب ودائما غنبقى متبعه ما عنديش مشكل لان الوقيته اللي دفعنا وانا ما توصلتش بهم وصافي ماشي وبقاو هكاك واش كتظن يعني شي واحد مراد الشيء هذا باش ما نقدر نظلم حتى واحد لان ما عرفتش انا المسائل فين وصلت وخليتها هكا ما قدرتش كاع نتدخل في هذه المسائل ما عنديش انا عندي السوشيال ميديا ديال تقريبا 3 سنين هذه باش كان عندي الانترفيو من تما ما عاود بانت الزوجه ديالي توحشي الجمهور ديال الرجاء ضروري الكره المغربيه بصفه عامه توحشت الجماهير تنتمنى ان شاء الله في اقرب وقت يكون الرجوع ديالها الميادين كل خير مات بين الرجاء البيضاوي ما كاين حتى شي فرق وانما اللي خلاني نميل بانني لفريق الرجاء البيضاوي لان السنين اللي لعبت مع الاخيره هي اللي خلاتني باش نبقى متبع الفريق الرجاء البيضاوي هذا ما تعنيش بانني ما تنتبعش المباريات ديال الجيش الملكي بالعكس دوز معهم القاب دوز معهم فرحه وتيبقاو تاهما في القلب كلمة الجمهور ديالك فالكلمة ديالو دائما تنقول انا ما قليلة في حقه شكرا اللي ساندني اللي كان دائما مساندني وكان مشجعني فتنتمنى له ان شاء الله حد موفق اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة